يا باي، عبارة عن قنبلة من البصل المنوع. ووو، زي ما انا عملته بالظبط، محدش يغير فيه اي اشي. من بين كل البرجرات اللي عملتها، هذا ابسط اطيب اسهل اسرع برجر لحتى الان بعمله. في امريكا في الخمسينات البرجر كان كتير مشهور، ولكن اجت فترة الديبريشن هذا تبعت امريكا، واللحمة صارت غالية كتير، فواحد من المطاعم قرر انه يقلل لحمة ويكتر بصل ويكتر بصل، وانا بحب البصل، فخلينا نعمل برجر بالبصل على السريع وفرجيكم شوية هيك حركات يطلع شيء يعني على الاخر. طيب، اول اشي بدي لحمة فيها دهن عالي، يعني 20% ل 15%، انا لقيت 20 و12%، خلطتهم مع بعض. كل ما زادت نسبة الدهن في البرجر كل ما كان اطيب، يعني زي 100 جرام 150 جرام لحمة، بضغط عليها منيح عشان تمسك في بعضها. وقيت بدي بصلة كبيرة. السر في نجاح البرجر بالبصل انه قال لك طالما حاطين كمية كبيرة كيف بدها تنطبخ؟ شرحوها رقيقة كتير، يعني اقل من ملي، فقد ما تقدروا اتنحفوها نحفوها. واذا عندكم اشي زي هيك بيساعدكم. بدي اعمل ثلاث انواع بصل. اول نوع هذا اللي عملناه رقيق كتير على الطريقة التقليدية، وفي نوع تاني عملته في فيديو البرجر الاولاني فاكرينه اللي كان بالبلسمك، هو هذا. بجيب بصل احمر شرايح بقطعه وبحطه بطنجرة مع شوية زيت زيتون وبقلبه 5 دقائق 10 دقائق على نار هادية جدا، لما يبدأ يتدبل بضيف عليه خل البلسمك او الخل البلسمي، واذا ما فيش عندي بستعمل دبس الرمان بس ما يكونش حلو كتير لانه البصل بس يتكرمل بيعطيني حلاوة، واذا بدي بضيف شوية عسل كمان. وهذا اطيب بصل مكرمل بالخل البلسمي في الدنيا كلها مع اي برجر بتاكلوه، فظيع جدا جدا جدا. والنوع الثالث بنعمل مخلل سريع، بقطع البصل شرايح نفس الاشي رقيقة وبضيف عليه خل من اي نوع وبسيبها نص ساعة هيك، بيعطيني طعم البصل المخلل هذا الفظيع. ولا في اطيب من هيك صوص مع البرجر يا حبيبي. بقصها من النص، وهي الثانية خفيفة وطرية، بس بحط فيها شوية مايونيز زي هيك وبندهنها. بدي مخلل بقطعهم ناعم على الاخر، مايونيز، اذا عندي خلطة الباربيكيو نقطة صغيرة بس زي هيك، عندي كاتشب كمان نقطة صغيرة زي هيك بس، شوية خردل، لازم خردل الكاتشب، وهي كمان شوية. وهذا اطيب صوص مايونيز مع البرجر. كل اشي جاهز، تعالوا افرجيكم برجر البصل الامريكي الاصلي كيف بينعمل. نقطة زيت حرفيا هي عبارة عن نقطة واحدة بس زي هيك. وبعدين بجيب كرة اللحمة وبنزلها في النص، بجيب صحن بدهن فيه شوية زيت خليه بالنص زي هيك، وبضغط عليها، بدها كمان ضغط، لازم يكون نحيفة قدر الامكان. اوعك حدا يضحك عليك ويقنعك انه البرجر بنحط عليه توابل، ملح وفلفل اسود وقطع بس، وبزياده شويه ملح، اللحمه بدها ملح، بزياده شويه فلفل اسود كمان. بنجي للبصل وبنحط عليه كميه كبيره، وباجي هنا هيك وبقلبه، يعني اللي بده يحط جبنه، انا ما بحبش الجبنه في البرجر مش عارف ليش، بس اذا بدكم هاي خبزتنا فوقها. وباخذ البرجر من تحت وبجيب الخبزه زي هيك، بلبسها تلبيس وبطلعها. خليني ادوق هذا على السريع بالشكل البسيط جدا بدون اي اضافات، وبعدين بندوق اللي بعدين. بسم الله. سخن سخن. وحمصت الخبزات، باخذ ملعقة وباجي وبطبها فوق البرجر، وبجيب البصل بالخل البلسمي اللي زي العسل هذا، باخذ كمية لا بأس بها. يا باي، المخلل البصل اللي عملناه صار طري جدا، وبحط شوية من المخلل زي هيك، باخذ هذه زي هيك بالبصل اللي تحتيها، شوفوا لي هالمنظر ما أحلاه، وبالتاني زي هيك وبسحبها. عبارة عن قنبلة من البصل المنوع، طبعا سخن، والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. البصل المكرمل هذا يا عم، البصل بس يتكرمل بصير عسل عسل. يا سلام يا سلام. بسم الله. اوه لا 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 لا، أعتقد أنني قد اخترعت للتو برجرا جديدا.
يا الله ما اطيبه زي ما انا عملته بالظبط، محدش يغير فيه اي اشي. مش طبيعي. بدي نادي عمارة تاكل، بس ما بتاكلش لحمه. جعبال عملها برجر بصل لحاله بدون لحمه. هتكيف عليه. بنكمل. كل ما الاقي حته تيك لحمه ناشفه فيش حواليها اشي برطبها. يعني الموضوع كله نتفة لحمة صغيرة عشان تحس بهذه التجربة الفظيعة جدا اللي أنا عمال جربتها. هي حالة نادرة جدا، أنا ما بشرب مياه غازية. بس اليوم بدها، بسم الله. يلا قوموا اعملوه، يلا.